هجمات فدك الإرهابية في محافظة ذي قار ألقت بظلالها على خطة النجف الأمنية لشهر محرم الحرام، والتي بنيت على أساس وجود تهديد إرهابي، واتخذت فيها كافة الاحتياطات لحماية المواكب والزائرين، وخاصة في مركز المدينة. أكثر من 25,000 بانضابط ومنتسب راح يشترك بهذه الخطة الأمنية. طبعا من يوم هذا اليوم سوف تدخل القطاعات بالإنذار، كل قطاعاتنا بالإنذار. أيضا هناك تعزيز وصلنا، راح يصلنا من قيادة العمليات ومن طيران الجيش، راح يكون هناك استطلاع جوي مستمر على بادية النجف. بنينا خطتنا الأمنية على وجود تهديد إرهابي، وهذا مهم جدا. الأحداث اللي صارت للأسف بالناصرية وبديالة أحداث نوعية، العدو الآن أعتقد ما راح يستهدف كم، راح يكون عملياتها نوعية جدا. البادية الغربية التي تمثل الخاصرة الأمنية الرخوة للنجف خضعت لعملية تفتيش استباقية بمشاركة أغلب القطاعات الأمنية والاستخبارية إلى جانب الحشد الشعبي، واتخذت فيها إجراءات احترازية مكثفة بحسب الأجهزة الأمنية. تم إجراء عمليات استباقية سبقت تنفيذ الخطة الأمنية، كان أهمها تفتيش الصحراء الغربية المحاذية إلى مدينة النجف وتأمين الخندق الطولي. يوم أمس كانت ممارسة مهمة وكبيرة جدا، اشتركت بها جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية إضافة إلى فرقة الإمام علي القتالية من الحشد الشعبي، وتم تأمين المدينة من مرمى إطلاق النار غير المباشر. شعبيا تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال شهر محرم، الذي من المتوقع أن تستمر المراسم فيه حتى زيارة الأربعين. والله هو التحضيرات بعد على أيام محرم يوم عاشوراء. تحضيراتنا كل سنة هي نقيم العزاء والطبخ والموكب. وتؤكد الجهات الرسمية والأمنية في النجف أن المنطقة الصحراوية ستخضع لرقابة جوية مستمرة. تحديان أساسيان يواجهان خطة محرم الأمنية: البادية الغربية وامتداد الشعائر على كامل الرقعة الجغرافية للمحافظة. راج نصير، الحرة، النجف الأشرف.